حكمكم جوبيتر بجوج، ولكن الحوت حكمه حتى نبطون. داكشي باش الحوت كيكون حساس، القوس ما على بالوش، اللي في قلبه على لسانه كاع ما كيدير الفلتر اللي هضرته، اللي جاتو على مثلا في دماغه كيقولها الحوت يقدر تقولو شي هضره تبقى في الحوت. الحوت كيبغيكم تقولوا له شي هضور زوينين ورومانسيين، والقوس ما كيكونش رومانسي بزاف، نكذب عليكم، القوس عصبيين حتى هما من المثلث الناري بحالنا، بحال الاسد بحال الحمل، كنكونوش حنا بطبيعتنا رومانسيين، نكذب عليكم، حنا ماشي من الناس اللي بقاو ايوا حبيبه ايوا حبيبي ايوا كنحماق منكم ايوا هادي ايوا ربي يخليك ايوا كنحماق عليك عمري وديما وديما، غير بديك الطاقه ديال الرومانسيه ديما ديما ديك الهضره، حنا ما عندناش بزاف مع داكشي، كذب عليكم الخوت. والعيالات الناريات هما كيكونوش رومانسيات، فين عاد الرجال؟ فين عاد الرجال الناريين؟ ما تقلقوش من القوس الا كان ماشي رومانسي، شخصيته هذيك وليني راه ظريف، مثلا هو رومانسي بالافعال، تصبغيو القوس في شي حاجه تلقاوه. والحوت ديروا عقلكم، ماشي غير الرومانسيه هي كلشي في الهضره، كاين اللي مثلا هضرتو حلوه وليني راه الا نهار تبغيوه ما تلقاوهش في الحقيقه في الواقع. الناريين كيامنوا بالافعال ماشي بالاقوال وبالكلام الحلو. الحوت مساكن كيبغيو غير اللي يقول لهم الكلمه الحلوه يديهم هما الناس غير بالهضره الحلوه. وليني القوس كيقول لكم ديروا عقولكم، راه كيبغيكم واخا ما كيقول لكمش الهضره الحلوه، راه كيبغيكم، فهمتوا؟ حيت هما طبيعهم ناري، تقدروا في ديك النقطه ما تفهموش بالضبط. الناس الحوت كيكونوا رومانسيين وحساسين لابعد الحدود. دابا حتى ولادكم الا كانوا حوت خصكم ديما ايوا وليدي واجي عندي وعنقني ايوا كنبغيوكم ايوا نتوما هما اعز ولاد عندنا ايوا هادي، سينو كيتقلقوا تبقاو ديما عند كيبغيو ديك الطاقه ديال العناق ديما، سينو الحوت كتحسوا به بحال كتائب. مثلا داكشي باش قلت لكم الحوت يجي معاه السرطان، السرطان هو اللي كيمشي لكم في هواكم، السرطان حتى هما حساسين بحالكم، الحصول حتى السرطان بحالكم تقريبا، داكشي باش صافي طاح الحك وصبغ طاح. حنونة شكرا. سلام ندى، هاي ما شفتكش البارح واليوم في اللايف سال، دابا قلت فينا هي ندى صديقتي ندى برج الدلو. انا كنبغي الناس ديال الدلو صراحه، الناس ديال الدلو والله عمرها دار، الناس ديال الدلو مفكرين، الناس ديال الدلو متفتحين، اكثر برج نقدر نقول الاسد كيتفاهم معاه في الافكار هو الدلو، كيكون الدلو انسان كيشجع الاسد، كيامن بالقدرات ديالو، كيعطينا افكار الدلو، كيعطي افكار زوينه للاسد، كيامن بالمنطق ديالو، كيامن بالقدرات ديال الاسد، كيشجعو. اصدق احسن اصدقاء هما الاسد والدلو، حتى الا داروا شي شراكه بيناتهم كتنجح، حتى هذا هو برج الشراكه والشريك، الدلو مع الاسد.